نتوما اول انفيتي دونك عندنا في ليميسيون جديده في بوبلي. جوستمون ما نشوفوكمش في لي ميديا برشا، ما نشوفوكمش في التلفاز في الراديو. شنو رايكم في الميديا في تونس؟ خير خير من عامني ولا خير من قبل؟ اما قدام معناها البلدان المتقدمه ما نجيوش شيء. تتصور كان انت باش تعدى في التلفزه باش تعدى الايماج الصحيحه نتاعك ولا ليه؟ ديجا مش قاعدين نحس مش قاعدين يعدي في ايماج صحيح. فما عباد تسرق وتعدي فيها العباد اللي هي تبديها. الببليك ماهوش هاو. الببليك ديجا تحس ما يفهمش في اللي يبوك. يشوف اللي في التلفزه ذاك هو معناتها راهو. بوم شاكا عليك. صحيح. صدقوا معناتها. بالرسم. فما جمله تعجبني في تشيكي في الرفران. بلاد الميكي ميكي ناناني. تشيكي تشيكي ناناني بلاد الميكي ميكي ناناني. تشيكي تشيكي ناناني بلاد الميكي ميكي ناناني. ناني متاع عبيد ميكيات راقده ولا انا فهمتها هكاك متاع برشا ميكيات تضحك وهم عرايس اما ناني سيستم اورقد. سيستم عبيد راقده والميكي ميكي اللي هما مش العبيد الراقده معناتها. تشيكي تشيكي راهي بلاد سيئة معناتها. بلاد اخطاك منها من الاخر. دبر راسك. تخممش في العباد تخر العباد تقعد والله بلاد خايبة والله خايبة هذاك خايب هذاك الناس كل خايبة كي مش تخمم هكاك. حتى انت خايب تلقى روحك عندك برشا خيوبية. فما ريفيرونس لدوبل كانون ولا في التيتر ولا لا؟ لا الحقيقة ما جاش في راسي جملة انا واحد من الناس. حتى انا ما جاش في راسي. دابا فما زيد الكليب اللي ظهرتوا فيه متاع عرب كلان على الكوز متاع فري زروي. لا بيخلص واحد بيخلص تقوم الدارك قرآن ويعبد اللي قري له كفو تدارك قرآن ويعبد اللي قري له كفو. احنا مع الزروي نحن رانا حتى كان الزروي غلط ما فيهاش معناها السيد متوا معناها تحكم برشا ما نفهمش عليهش معناها. او ميم طون كي نسمع الانترو نتاع تشيكي عروبي يا غالي كل شي دياري نحاول نعيش ايوه رومي ايطالي فلوكا فراري سوارد نجيب. نحس فما انفي انك تخرج منها البلاد. اسكو موجوده الانفي هذيك موجودة ما مش كوتي ما انت يحت في شحر قادي ويلحم وغبرة وفازيت موجودة ليه ما نحبش نخرج نحب لهنية نخرج بالطاقة صحيح تخميم لك ثرين بتاع الشعب التونسي هذيك البار معناها خارج الشعب ذيك العباد حومتك الكل تحكي وحومتك تتكلم برشا رابيريت توانسة توا غلطتهم يخرجوا قبل وقتهم كما نشوف في رابيريت قدم خسروا كي خرجوا ما ربحوش وحلوا في مشاكل أخرى وضيعوا معناها كي رجعوا رجعوا برشا غير ما نسميه مازلت نشوف فيها ضيقه الجيم مازلت معناتها باش تدخل وتكسر برشا وجوه. انتوما حاجه اللي تميزوا بها اللي تدخلوا في الدين في التيتريت نتاعكم في الموسيقى زوز تراكيت اعطيتوهم عناوين فيها ذكر الرب ديريكت صلي على النبي والحمد لله. تعرف قداش من مره عاودتوا الحمد لله في وسط التيتر؟ 54 مرة عاودوها. شو الأكثرية احنا الترابيريت توا في تونس كيما نقولوا مش الكل الأكثرية تبعوا في الأمريكان نحبوا نعملوا بصمة عربية بالراب نتاع الأمريكان نحبوا نعملوا في حاجة نتاعنا معناها والبصمة العربي المسلمة هذيك توريوها حتى في الكوتي فيجوال نتاعكم كيما توا كي جيتونا في كليب عالم ابليس زاد عندك سين بالحجامه. اه حجامه العرب. اه كيفاش صورت هذيك؟ هاك ما هكاك في الكونسيبت نتاع عروبي معناتها ما خرجناش من الكونسيبت نتاع العرب. ديما اللغه ديري ديما حاجات عروبي. ديما خرج من بين حطينا راس نتاع كوكوا نتاع بقيري. برجع عباد تسال تخسيب وكل العباد اللي تسحر العباد اللي واقفه ولا صحيح العباد يحسبوا العباد ما نتنقبهمش مش نتنقبوا هذوك هذوك مولات صحابنا لبسناهم هكاك قلقوا من العباد غطيهم لا مش هكاك لا نقصدوا في ميساج سور معناها بالرسمي مش متنقبين ميساج نتاع فهمي اللي تفهم غرما غرما رفيقي جيك الجن غرما. ايش معناتها
تتقال على برشا حاجات، تتقال على على مسموت مثلا، تتقال على الوضع مثلا، تتقال على اي حاجه خايب تاعك تقول عليه. علاش في الاخر ما سميتوش روحكم اسم عربي؟ هو بريسك اسم لو نفسه من اللي نحن صغار، معناها راه معناها دبليو دي فيم، معناها من قبل، معناها خممناش فيها برشا حكايه الاسم. معناها انت دبل دي صحيح، انت دبل كنت في حمازان. حمازان هاي باقي هما زانية يا اليوم جيتك شاري غدوة إن شاء الله تراني باقي. وأحمد أنت كارير أكوستيك قبل بديت جيتار وشان بالزنقة. أنا هما زين وبعد حجر حجر صاحبي راب في البلولد قبل حجر حجر صاحبي وهما زين مع بعضنا زيد. تمشي غيرك تركي حفر وبيرك كاكلك تجيب الغيرك كمية بيلك يا ويلك سلم وباقي نكلم روحي وحدي صلح علي بيدي لما قول لك سيدي ميساجي في سكم رأسك مش وبيدي عابيدي بعيد عليكم هارب أكثر من اللي انت فيه. هما زين بعد صارت فازيت تعاكنين كما بيت حدث سيور دي ما تعاكنين تعاكنين أخي بخرجت أنا أكوستيك شديد جيتار تعلمت حاجة حبيت خاتم أعرف شنية حب دي ما نتعلم عن سيو معنا هي جيتار يا بيانو أي حاجة. الناس كي نجي نكتب ولا كي نجي نفايبي من نتبدل أصلا حتى الكاركتير متاعي ما فهمتها نمشي العالم هيك على شيء هذي تجي نكتب فكري مدركي جيش صح. وعبيد مش فاهم الكليم برشا عبيد راي عبيد تقولنا مش فاهم حتى شيء يفهم مش فاهم افهم انا نسهل واحنا زاد يتعبوا ويحهم يلزم شو فما انت زاد العبيد نجم تقول كيفاش تنطق في الكلام خاطر عندك فلو سبيسيال. الحمد لله اخوتي معايا ما نحلموني يجيبوا طول ما ناي خلي للنور تمره واحد وانا نختاري شفت لكم اللي عملتوا لاري عمل حاجات ساعات ممكن صعب شوية منحبهمش أنا من قاصد منحبهمش سهلين منحبش اللي يسمعهم ينجم يعملهم أكيك أي واحد سمع الغنية جي يعمل لي تك تكنيكي ش عمل لي تان فاست الكلمات المستشرقة اللي تزيدوا فيهم جنغ أفندي فما تيتر كلش ماشي كلش ماشي أخاوة أخاوة إسكا عندكم دي زوريجين مع البلدان الشرق. اي 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 هنا أصلي فلسطيني أكتوبة بابا يحكي معها فلسطيني يعني. لك شو مالك يا الزلامي هذيك نسمحها بالأربعتاشن ورا في النهار لين نموت وما سلم ما نكبش نتكلم انت تفلم عن سري دارت علينا بالنقمة اخترتوا باش تحطوا أوترو في خرمان واحد عجبي على فرعين كان أصلهم واحد غير السفتين برتي من قصيدة تاع هو كتبها له أحمد فؤاد نجم للشيخ إمام. علاش اخترتوها القصيدة هذيك بالذات؟ على خاطر تحكي على ربي يا واحد بعد هذاك كله خرع من وتعمل 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 ثم ربي معناتها ثم حساب في الأخر ثم غير كل واحد يخدم.